مدينة من أجمل وأعرق مدن الجزائر، لها طبيعة تسحر العين وتأثر القلب، ألا وهي ولاية سطيف. ولاية اتخذت الجمال كعنوان ليزين جميع مداخلها بأبهى المناظر. داخل ولاية سطيف بدات يعني تجسد في الأرض الواقع، يعني بدينا نشوفوا ناس بزاف يجونا من ولاية هنا أخرى يجوا يستقطبوها، يعني سعدنا بزاف اني شفت بزاف عدلوا الولاية، عدلوا المداخل هنا كما راكم تشوفوا، وعدلوا حتى دخلتها، يعني كما نقولوا بدات ولاية سطيف بدات تطور بشوية. جميلة بزاف والمداخل تاعها ملاح، صح الأول كانوا كما نقولوا شوي كانوا صعوبات سيرتو بالنسبه للمسافرين، كانوا يلقوا بزاف صعوبات انهم يدخلوا للصيف تنعت كما نقولوا البلاد، اي بلاد كما نقولوا تنعت من كما نقولوا الوجهه تاعها، كود الوجهه تاعها مليحه اي زائر منا ومنا يشوف البلاد تعجبه. انا جيت من بني ورتيلان، كل ما ندخل على الدخله الكبيره تاع ولايه سطيف تعجبني، ونتمنى يديروا نتمنى يوسعوها ويزيدوا يخدموها مليح، ونتمنى يزيدوا ثاني يديروا دخلات واحد اخرين كيما هذيك الدخله واحسن.